مقبل يا خالقي من جديد، سأقبل يا هي تريد، وأرجو إذا أنت تقبلني أريد منك المزيد. عصيتك ربي فأمهلتني، لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا. الله أعلم ما قرأت التفسير هذا أصلا، تعرف إيش كنت بقرأ أنا؟ بس خلاني أقرأ هذا الآية. الله أعلم كنت بقرأ. خش ثاني. فذنبي كبير وزادي قليل، فمن علي بعفو جميل. أتيت أنا أرحم الراحمين، وكل اعتقاد وكل يقين، لأن لديك شفاء عليم. سألتك مغام السنا من عيوب، فأنت إلهي طبيب مر الزمن. ربنا خرج لها. الله يجمعنا فيكم في الجنة. جزاكم الله خير.